خير، صباح العافية وصباح السعادة، شلونكم؟ شوفوا اليوم راح احكي لكم عن هاي السيارة اللي واقفة بباب البيت. راح تقولون شنو هاي وش دا تسوين. طبعا ما تتخيلون ايش قد اني يعني اواجه مشكلة وقت اللي يصير عندنا عواصف، خصوصا امطار وهواء عالي مثل ما هسه تسمعون. زين راح نطير. فاحكي لكم شنو فائدة هذا المقطع حتى البعض اللي موجودين هنا بألمانيا واللي عندهم بيت يواجهون نفس المشكلة، فتقدرون بكل بساطة تحلوها. لما تصير عاصفة ومطر وكلش قوي، فالأمطار مال الشارع تبدي ترجع وين؟ ترجع بلوعة البيت. فالمكان اكو إلى مثل الحد يوصل له مطر الشارع، فبعدين البلوعة هاي بما انه هي مو يعني كهربائية، فما بيها اي حماية ضد امطار الشارع اللي تجيكم من برا البيت، بس ما ينزل على البيوت. اللي عندهم بلوعات كهربائية نهائيا ما يدخل على البيت مالتهم نهائيا، لانه صار مثل عازل كهربائي تنزل البوابة وتنطي انذار صاحب البيت، يطلع الصوت يعني صفير او جرس او المهم تنبيه بانه ما يستخدمون مي البيت، لانه راح تنسد البوابة مالت البلوعة فقط خلال وقت العاصفة وما يأثر هذا الشيء السلبي. فاحنا بالنسبة ان لما اخذت البيت كان هذا النظام ما موجود بالبلوعة، يعني البلوعة مال البيت مو كهربائية، يعني ما تفصل وحدة في حال انه الواحد تارك البيت ورايح اجازة او كذا وصارت عواصف. فالواحد لما يكون باجازة فيتوقع انه لما يصير امطار من الممكن يجي يلقى السويت مال البيت غرقان، يعني مي المطر نازل من خلال بانيو او من خلال اي فتحة تكون مستواها جدا ناصي، يرجع مي المطر بداخل البيت. فبصراحة أنا هاي الحالة تكررت عندي مرتين من خلال ما قعدت بالبيت. مرة كان يعني من كنت أنا حامل بعلي، فصارت عاصفة جدا 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 قوية ومؤذية بشكل، فالمطر يعني الشارع حالوبه مطر ما عاد يكفي، يعني بسرعة يروح المي ينزل يتصرف. فأغلبية الناس جارتي يعني الجهة اليمين وجارتي الثانية اللي صايرة ورا البيت للأسف غرقوا. المهم من خلال الفيديو اليوم حبيت أشوف لكم شلون تتخلصون من هذه الفقرة اللي كلش مو حلوة وشلون تقدرون تعالجوها. بكل بساطة أي شخص عندكم تعرفوا يشتغل بالحديقة فممكن يحفر لكم مسافة بالحديقة برا وتسوون بلوعة كهربائية. الطريقة مالتها جدا بسيطة، مثل ما تشوفون هذه القطع المدورة هذه هي عمق البلوعة اللي راح تكون تحت الأرض يعني بداخل الحديقة، فالانبوب مالتها اللي يتصل بالبيت راح يكون كهربائي. واذا كانت متوفره عندكم المعدات هذه اللي هي الحفاره وهالامور، فبكل بساطه تقدرون تشتغلوها انتم والبلوعه تجيكم للبيت جاهزه مبنيه، فقط انه الاجهزه هذه اللي متوفره عندكم تنزلوها تبنوها وحده فوق اللخ وخلاص، وتوصلون بها الجهاز الكهربائي الماتور الخاص والبوابه. هذه هي الطريقة مالتها جدا بسيطة، فحبيت اليوم انه اشوف لكم الفكرة حتى اللي يواجه نفس المشكلة اللي كنت اواجهها تتجاوز.
بس ما اقودش من من اقودش ما اقودش من اقودش من النص. بسم الله. هو وياها استراحين بالبطيء. ها شغلها شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم جبتكم للمزرعة اللي كلكم تحبوها دائما تسألوني عنها، بتول شو تروحين للمزرعة؟ شو تسوي لنا بلوجات حلوة؟ بس اليوم أنا ما أخذتكم يم الأبقار، جبتكم يم الوردات اللي تحبوها، باق بسرعة سوقت وقلت أجي أخذ ورد وبعدين أرجع للبيت، فدا أقرر بين لونين، شو رأيكم؟ تيتا هاي شنو ناخذ؟ هذا لو هذا؟ عشان حبيت هذا اللون شوي جاني غريب وبي وحدة بعدها ما مفتوحة. ودائما من تريدون تاخذون ورد لا تاخذوها كلش مفتوحه، لما تخلوها بالمي راح تطول عندكم يعني ماكسيموم جوز اسبوع وبعدين تبدي الاوراق مالتها تتساقط، فحاولوا تاخذوها شويه ملمومه او مسدوده يكون افضل. فخلينا نختار انا وياكم، تعالوا اشوف لكم الالوان الحلوه، احمر وابيض وهاي باعوها، هاي راح اخذ معده ليش؟ لانه مسدوده، فراح ناخذ هيجي مجموعه. هاي دعسوقه جميله، يلا تعي دعسوقه رجعي للوردات. خلينا ناخذ من هذا اللون، ناخذ احمر لو لا؟ لا هاي اوه شوفوا ننظفها هنا، فليش بعدين ننظفها بالبيت يصير ازعاج. ناخذ هاي بيها وحده ثانيه، شوفوها مزدوده هاي تنفتح بعدين. عجبته اي مزينه، يلا هاك سوينا خليت الورد لا تضحكون علي. ها شوفوا طبعا بنت جارتي هنا كلش قريب علي، جارتي عراقية، فبنتها اليوم عيد ميلادها وأنا ما كان هذا الشيء ببالي. اللي أشوف لكم شغلة، شوفوا بنات هذا العطر أخذته أنا بوقتها من ساري، هذا عطر يعتبر بنوتي أكثر، وأكو من عنده نفسه زيت ما شعر بس هم بخاخ بخوع الشعر، ينطي ريحة كلش طيبة للشعر، فأني قرأ اللي لونه وردي ريحته كلش طيبة وفواحة، وبالنسبة لعمرها أحسه مناسب، وهذا أبدا ما مستخدمته أنا نهائيا ولا بخة ولا رشة، على حطة إيدي وبالعلبة، فراح نروح نودي لها كهدية. واحسن ما نروح وايدنا فارغه، المسكينه حرام جابت لنا قطعه كيك وقعدت تنتظر هسه انه انا اروح لهم. فايش راح اسوي؟ راح اخلي اللحم بالثلاجه وراح اوقف الخضروات اروح لهم وارجع لك ختين ثلاثه من تاخر. فلو راح اودي لها واجي ما راح اتاخر. شوفوا احلى هديه الله عليكم، مو حلوه مال المستعجلين؟ شوفوا هي كلش قريبه علي. هلا راح يركض شاف الهديه. هي انا وهنا ساكنين علي كلش قريب نفس الشارع، فخلينا نروح نفاجئها خطية حرام بنوته تفرح. ترى انت رايده اطلع برا بس هوا كلش عالي صار، قلت بس اطلع راح كل شيء يطير. راح اشوف لكم اليوم شو راح نسوي هاي اللوحه الجميله. نفرش على الميز اول شغله واهم شغله، احنا نوخر الكراسي حتى ما يتوسخون. تعال انت يا كرسي هنا نخليك تمام، لازم نكون دقيقين بالوزن تمام. هذا هسه بالضبط 100 تمام. شوفوا هذا راح نستخدم من عنده 45 غرام فقط، يعني يصير 145. مية وسبعة وثلاثين، 140. تعرفين هسه يوم موديل جراد بعقلي؟ يا يمكن راح يصير شي اخضر ويا جولد بالميتال ذهب، لو لا؟
طبعا هذا هو شفاف القاعده، راح اخليها على مود اوزع الالوان براحتي. شوفوا هذا بس الشفاف نوزعه. يلا حلو. واسرح البسمه. بس راح نرجع شنو نصفر. اي راح نرجع نصفره ونضيف مره ثانيه، لان هسه راح نستخدم الالوان. لولي طلعي لي من علبه الالوان البيجي، لون بيجي. بعد قط ثلاث قطرات، المهم نوصل 100. هذا 100. شوفوا كلهم راح نخلي بيهم على 100 100، واحد ورا الاخ نصفرهم. هذا هم راح نخلي بيه 100. ماكو بس هذني الثنين اللي قلت البرونز والكوفي. ماما هو طلعيهن اي شكو شغله روز بيج بيج. لا خلنا نصفره وياهن اخضر. شوف هذني هذا يمكن لا بس هذا خلينا نرجعه. هذا فاتح. لا هذا مو حلو. هذا احلى. هذا نفسه هو اصلا. راح نحتاج هذا الاخضر الغامق كلش. هذا اللون اكون ترى سيلفا. باي جولد نو ايديا. وراح نحتاج الذهبي، تدرجات مالته تخبط. لولي تعالي ساعديني. ها وين طلعنا؟ وين؟ رابع اللون. ونحتاج هسه علبة كبيرة تجيبي لي حتى نحط بيها الدرجة الأبيض. فد علبة بلاستيك ما نحتاج لها. هاي احنا اللي نخاف من عندها. لا مو مشكلة عادي، كله باللوح راح يختفي. كله بتاعتي. وين احطه؟ وين احطه؟ ميزان عزيز. خليه خليه. نعم حطي عادي على الخشب ليطلع وصيف. انا ما بدي احطه هنا لاني خاف يصير في لون لونج. نسخط العلبة. شوفوا بنات راح نضيف هسه البرونز. تقولون ليش خليتيه بهاي الطريقة؟ لأنه الألوان هي راح تاخذ درجتها بعد. بروفيسور شعبالج. بس لا اعرف شو تسوي. تسوي لوحة. لوحة. لوحة متموجة بالالوان البرونزية والحمراوية. وخ الاخضر شو عنده بالنص؟ انظري الى الذي سفر. نعم نعم. ليش تعرفين معي شغلات ها؟ مسوية بي يعني شنو كل خمس دقائق لازم اغسل يدي. تشيز 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 تشيز. شو انت تشيز ياسر؟ واه ضاعي منه صاير اطار. اذا تريدين بالبنزل اقدر اخذ الجلتر وارسمه لك ان شاء الله. اتمنى ما تتغير لان الحجر اريده يبقى هيجي ظاهر. اي بس بعد اكو بنزل هنا. Is there any brush that I can use? رسمتش. ما بس والله بس تبعي شو اسمه اللوحه بالوسط شويه ثقيله ولهذا دا يتجمع. بس شوفي دا احس دا يمشي. مو اريد اني هاي الدمارات تبقى هيك، عرفتي شلون؟ كويس بس باعي اذا تشوفين اني هذا عجبني منه. لو هاي الشغلات هنا لو بس مسويتين بالجولد. نايس.
راح بالك. الحجار الحجار يا عادي عادي مضيق والله هذا راح يخرب هذا برد باي صار شيش جوا عادي عادي نكز عادي نكز هلو 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 الصبري تشوف شلون راح نغير كل ساعة نسوي لوحة شكل باي لون الأخضر هنا سول طلع لحظة ايه شنو بلتزا بيتشو بيتشو راح يوقع وقع بس بسيط ومسيط ويمي هم تيوقع شكلة حصية بس ليش باعي بتلش كل ما نحرك كل ما احلى بس نعوف تصار مواهد قدرين هنا تحط لي من بعد الموجات ما الاخضر شلون تغير بس ما تدري ايش ترى هاي ريتشي الزكاء عليها ريج اي دو هاف ان ايديا اوكي انه لازم